هلا شباب، اليوم نحفظ خمس كلمات من كلمة or. طيب كلنا عارفين انه كلمة or بمعنى او، بنستخدمها في التفضيل تي اور كوفي. حلو، اذا نفس الكلمة ضفنا انا فقط حرف الاف صارت for، يعني لاجل، for my dad, for my mom, for my country. طيب اذا نفس الكلمة ضفنا لها دي او صارت door، يعني باب. إذا نفس الكلمة ضفنا لها P O صارت poor، يعني فقير. طيب إذا نفس الكلمة ضفنا لها S T و E في النهاية صارت store، يعني مخزن. إذا نفس الكلمة ضفنا لها F L O صارت floor، يعني طابق. الكلمة الأخيرة اكتبها عندكم في الكومنتات. شكرا جزيلا.